أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، الموقع بوست ينشر وثائق استخباراتية تكشف دور أبو ظبي في التآمر على الشرعية. وفي الصحف العربية، موقع الخليج أونلاين يتساءل هل تنجح الجهود الخليجية والأممية بإنهاء انقلاب الحوثي. ودوليا، مجلة نيوز ويك تكتب على الرئيس بايدن أن يجعل إنهاء الحرب في اليمن أولوية في الأمم المتحدة. البداية من الصحافة المحلية، حيث نشر الموقع بوست وثائق استخباراتية كشف عنها الصحفي أحمد الشلفي، والتي تحوي معلومات حول دور أبو ظبي في اليمن وقيامها بالتخطيط للتآمر على الشرعية ودعم الميليشيا. وذكر الموقع أن الوثائق تكشف عن تقارير عمل ما يسمى بالوحدة الخاصة للعمل الاستخباراتي والعسكري، شملت التحريض على قيادات عسكرية وأمنية وقبلية من الموالين للرئيس هادي ومجموعة من المناوئين للوجود الإماراتي في اليمن. وأوضح الموقع أن الوثائق تكشف عن حجم الإنفاق المالي الهائل الذي تصرفه الإمارات على هذه العمليات عسكريا واستخباراتيا وإعلاميا وشراء ولاء قيادات محلية. كما تظهر الوثائق التابعة للهلال الأحمر الإماراتي تفاصيل حول شبكات التضليل الإعلامية واستهداف قيادات عسكرية وأمنية وقبلية. وأكد الموقع أن الوثائق تحتوي على مطالب باتخاذ إجراءات تجاه شخصيات اجتماعية وقبلية ذات تأثير اجتماعي في سقطرى وتعز وشبوة، والتي زعمت أنها تثير القلاقل. كما تضمنت الوثائق توجيهات بوقف المخصصات المالية لألوية تهامة الرافضة للانضمام للقوات المشتركة والتي يقودها طارق صالح، ذلك بهدف إضعاف ما تبقى من القوات والألوية العسكرية التي تتبع هادي في باب المندب. تحدث موقع يمن مونيتور عن ارتفاع معدل الوفيات من المصابين بفيروس كورونا في ظل مواجهة اليمنيين لموجة ثالثة من الفيروس تهدد 99% من السكان غير الملقحين. ونقل الموقع عن منظمة أوكسفام الدولية أن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا تضاعفت 3 مرات، بينما ارتفع معدل الوفيات لأكثر من 5 أضعاف خلال الشهر الماضي. وأشار الموقع إلى تلقي أقل من 1% من سكان اليمن الجرعة الأولى فقط من اللقاح، حيث تسلمت اليمن 511,000 جرعة فقط من أصل 4,200,000 جرعة مخصصة لليمن ضمن برنامج كوفاكس العالمي. وأوضح الموقع أن اليمن يوجد بها أحد أعلى معدلات وفية بالفيروس مقارنة بعدد المصابين، وذلك يرجع إلى أن اليمن لا تستطيع التعامل مع هذا الفيروس في ظل نظام الرعاية الصحية الهش الذي دمرته الحرب. قال الكاتب علي صلح في مقاله على موقع العاصمة أونلاين إن اليمن عاشت خلال الفترة الماضية 7 سنوات من القهر والتعاسة والبؤس والشقاء. وذكر الكاتب أن 7 سنوات الماضية كانت مليئة بالقتل والتشريد والتهجير والتفجير والتلغيم والاعتقال، 7 سنوات من الإعدامات الجماعية والاعتقالات العشوائية والنهب ومصادرة الممتلكات، 7 سنوات من العبث بالأعياد والتعليم ومؤسسات الدولة. وأكد الكاتب أن اليمن شهدت 7 سنوات من السوق السوداء في الكهرباء والبترول والغاز والقطاع الصحي، 7 سنوات من غياب الدولة وغياب الراتب وغياب شرطي المرور في الجولة وغياب الصحيفة في الكشك، 7 سنوات غاب فيها كل جميل ولم يحضر فيها سوى الملشنة والعصابات والشللية، ولم يظهر فيها سوى قاتل ببندقيته أو مجرم بجعبته. وقال الكاتب إن 7 سنوات الفائتة شهدت موجة من الضياع والانقسام،
سبع سنوات كثرت فيها المقابر واتسع فيها عدد الأرامل وزادت فيها نسبة المعاقين والمصابين بالأمراض النفسية. سبع سنوات باع فيها اليمني أرضه ومسكنه وأطفاله وكرامته. سبع سنوات اعتقل فيها الفنان والشاعر والصحفي والكاتب وخطيب الجمعة وإمام الصلاة. سبع سنوات خلت فيها قاعات الأفراح والمناسبات وخلت فيها الساحات والميادين من كل شيء إلا من زامل محرض على القتل أو صرخة تهديد لمخالف. وفي الصحافة العربية تساءل موقع الخليج أونلاين حول إمكانية نجاح الجهود الخليجية والأممية بإنهاء انقلاب الحوثي بعد انقضاء سبع سنوات من الحرب والتي دفعت بالبلاد إلى جفا المجاعة. وأشار الموقع إلى فشل الجهود الدولية حتى الآن في إنهاء النزاع في اليمن وتحقيق أي اختراق جوهري، وذلك بسبب التعاطي الحوثي البطيء مع مبادرة السلام المطروحة، فضلا عن إشارات إيرانية تدعو إلى عدم تقديم أي تنازلات. وقال الموقع إن اليمن شهد خلال سنوات الحرب تدخل المجتمع الدولي ودول الخليج بمبادرات سلام لإنهاء إحدى أكبر أزمات العالم، وازدادت تلك التحركات خلال العامين الأخيرين، غير أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة في ظل تعنت الحوثي وانتهاجه طريق القتال لتحقيق أهدافه بالسيطرة على جميع مناطق البلاد. وأوضح الموقع أنه لم يعد واضحاً إذا ما كان هناك رغبة حقيقية لإنهاء انقلاب الحوثيين سواء لدى المجتمع الدولي أو لدى الأطراف الإقليمية المتضررة من الانقلاب. فمن خلال المداولات والمبادرات المطروحة يتضح أن هناك حالة يأس من إمكانية إسقاط الحوثيين، معتبراً أن ما يجري حالياً عبارة عن محاولة لتجبيل انقلاب الحوثي حتى يكون مقبولاً داخلياً وخارجياً، وبما يضمن مساحة من الحياة السياسية للأطراف اليمنية المناوئة للحوثيين. وفي الصحافة الدولية قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن على الرئيس بايدن أن يجعل إنهاء الحرب في اليمن أولوية في اجتماع الأمم المتحدة هذا الأسبوع. وطالبت المجلة الرئيس بايدن أن يتصرف كصانع سلام ويساعد في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، فبينما تعقد الأمم المتحدة اجتماعاتها يتضور أطفال اليمن جوعا حتى الموت. وأكدت المجلة أن هناك العديد من الأمور التي يحتاج الرئيس بايدن إلى تحقيقها في اجتماع الأمم المتحدة، ومنها الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في اليمن. كما يجب أن يعلن بايدن عن أن استخدام القوة ليس وسيلة مقبولة لحل النزاعات ولا حلا عسكريا للصراع في اليمن، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بأمان وعدم توقف الجهود الدبلوماسية. وقالت المجلة إنه يجب على الرئيس بايدن أن يجعل السلام في اليمن أولوية في الأمم المتحدة، وإلا فإن الأزمة ستمر مرور الكرام مرة أخرى وتستمر. فالأطفال الذين يتضورون جوعا في اليمن ليسوا بحاجة إلى خطابات طويلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما هم بحاجة إلى عمل من جانب قادة العالم، كما يستحق الأطفال في اليمن الحصول على الغذاء والسلام الآن. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير.